راسك مرحبا الجامعة بالفعل اللي تصادف مع الصد الدورة العادية بأكتوبر. الدوريات تشكل من أجل مناقشة مجموعة من النقاط اللي نحجدوا للأعمال، كذلك يطلب مجموعة الملتمسات اللي سرسن السادة الأعضاء. إذن هاد الدورة أكتوبر اللي تسند هو اللي تصويت على مشروع الميزانية، اللي كذلك تصويت على الدراسة وتصويت على برمجات الفائدة التقديرية اللي نحمست الميزانية، تلي كذلك غير اللي كان النقاط اللي كانين أساسية، تلي كذلك تصويت على كذلك على تقرير السنوي لتنفيذ برنامج عمل الميزانية. الباقي لقيت مجموعة من اتفاقيات مجموعة من الجمعيات، لقيت سمنه الجماعة الملفة تسكري العدد الاتفاقيات خدمة ديال عدد الجمعيات. إذن غصاد الدوريات تشكد كذلك تنقش تصوت في العدد الاتفاقيات مجموعة من الجمعيات المنطقة. بالنسبة للمشروع الميزانية غير اللي تزرم أنه للدراسة المناقشة حول المداخل والمصاريف اللي تصويت بالإجماع من طرف جميع السادة الأعضاء اللي حاضرين. كذلك الحاجة اللي كان أساسية هو تقرير التصويت والدراسة على التقرير السنوي لتنفيذ البرنامج عمل. البرنامجات اللي فرحني العدد الأعضاء اللي قيس جميع المشاريع اللي متطرق يعني الساكنة من خلال الخرجات اللي تسكرن من طرف السيد الرئيس بعض الأعضاء جميع دورا غصاد نسكريا يطلع حصيلة حول كل ما اللي قدم السكينة كل مجار على حدة. إذن اللي زرت البرنامج نحي يتطرق جميع المشاريع حسب الطلب عند الساكنة لكل مجار. الحمد لله تقريبا إلا التغطية 100% غير اللي غمان إلا أنكور، بمعنى أنه يكمل انطلاقا من السنة المقبلة إن شاء الله بعض المشاريع اللي درسنين سواء الطرق سواء بعض البنايات اللي نقيس لبعض المشاريع اللي كانت استنجاء الجمعيات انه التزمت وفرت البقع الارضيه مثلا ملاعب القرب. اذا نرسل ننتقل لكني اما غير السجادن يعني البقعات اللي التزمن يحوري اللي تبدل المشروعات سكر المشروع يضني اللي راه مو السكينين. هكذا سدري الدوره بالاجماع بالتوفيق للجميع. شكرا سي مصطفى.